السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تكون عندنا محاضرة Joint Inflammation and Infection. طيب هذه المحاضرة أول محاضرة Traumatology في موديول A. طيب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب Session Outcomes أو Objectives. أول حاجة كيف نفرق بين إذا كان المشكلة articular نفس الجوينت أو إذا كانت بري articular حوالين الجوينت يعني soft tissue سواء tendon ligament اللي هو طيب discuss different causes of joint inflammation سواء كان traumatic أو infectious أو metabolic أو autoimmune كلها نعرفها سواء مع بعض إن شاء الله. Discuss the classification and differential diagnosis of different types of arthritis. حنعرف كل واحد ايش الديفرنشال دايجنوزيس حقه عاد حنفصل في كل حاجة. Discuss the different rheumatological manifestations other than arthritis. حنشوف هذه و perform systematic rheumatological examination. حنشوف الاكزامينيشن كيف والهيستوري تيكن كيف يلا بسم الله. What is meant by arthritis؟ الارثرايتس باختصار انه مصطلح يطلق على اي مشكلة او disorder that affects joints انه اي حاجة تأثر على الجوينت تسمى arthritis. في بعض الانواع تأثر على حاجات تانية زي السكن اللنكس او الهارت. طيب الأونست حقه يكون واحد من اثنين يا جراديول يا سدي. اذا كان جراديول حيكون كرونيك حيكون الانسان متكيف معه انه خلاص مثلا واحد عمره 20 سنة خلاص يقول انا واحد اسف عنده ارثرايتس من 20 سنة او خشونة في الركب يقول والله انا مثلا عندي هذا الخشونة من 20 سنة هذه خلاص انه هذا كرونيك متكيف معه او اكيوت انه جاله فجأة كذا مو عارف ايش السبب او يكون عارف ايش السبب ولكن انه جاله فجأة. طيب it may be fleeting migratory or additive in distribution. طيب المigratory يكون مثلا ايش انه مثلا جاء في الني جوينت بعدين يختفي من الني جوينت ويروح للهيب جوينت انه خلاص راح من مكان لمكان عكس الأديتيف. الأديتيف لا انه يصير في مكان ويزاح لمكان اخر يعني مثلا يكون موجود في الني جوينت بعدين يصير موجود في الني جوينت والهيب جوينت يعني مع بعض هما الاثنين مو جوينت وجوينت يعني عكس الميجراتوري. طيب some types affect peripheral small joints بعضها يكون موجود في السمول جوينت بعضها يكون في الاكسيال سكيلتون في السباين وبعضها يكون في الني او الهيب او الشولدر اللي هي اللارج جوينت. طيب السيمتومز تجي وتروح مو شرط انها تكون دائما ثابتة نفس الاستمرارية حقتها مو شرط انها تكون مستمرة ممكن تخف ممكن تختفي ممكن تزيد على حسب البروجريشن انه يا انها اذا جات انه لو جات متقطعة تيجي بنفس القوة او انها تزداد سوءا لا قدر الله. الارثرايتس كوز بريمنت جوينت تشينج انه ممكن لا قدر الله تسبب حاجات يعني اختلافات انه تكون لا قدر الله دائمة يعني مو انه مثلا ممكن علاجها ولا حاجات زي كده انه تكون حاجة reversible deformities زي كده وممكن بعض الدمج انه ما ينشاف الا بالاكس راي انه يا يكون visible او انه يكون بالاكس راي واحد من اثنين يا. طيب which signs of suggestive of acute inflammation in a joint. طيب اغلب اللي يكون الانفلام جوينت يكون فيها سولين وورمث ليميتد رينج اوف موشن يكون الرينج اوف موشن حقه محدود وبين تندرنس ويكون في احيانا سينوفايتس
في الأكيوت إنفلاميشن يكون في إفيوجن ولا زي كذا البيكر سيست، زي يعني مثلا في النيجويت يكون زي البيكر سيست كذا مدري حاجة منفوخة إديما يعني joint effusion and limited range of motion are the most specific sign of arthritis. هذه الحاجة غالبا تكون موجودة في الarthritis. Extra articular manifestation are also important finding to make a diagnosis for patient with polyarthritis. حلوين. طيب is it actual arthritis or periarticular soft tissue affection؟ طيب انه مثلا كيف الواحد يفرق اذا كانت المشكله انترا ارتيكولر او اكسترا ارتيكولر؟ باختصار قبل ان ننزل على السلايد، انه اذا الواحد بذل مجهود و يعني هذا في الاكزامينيشن، اذا البيشنت سوى نفس الحاجه بنفسه هذه تكون ماسكولر، انه مشكله مثلا تكون تندنايتس، انه حاجه تكون عضليه، وممكن في نفس الوقت تكون إنه نفس الجوينت. لكن إيش اللي يفرق؟ إذا راح الألم في الباسيف، إنه إذا الدكتور جاء مسك مثلا نفترض الني جوينت، إذا الدكتور مسكها وحركها بيده وفي ألم، هذا يعني إنه حاجة في نفس الجوينت، المشكلة في نفس الجوينت. لكن إذا حركها الدكتور بنفسه وما كان في ألم، يعني المشكلة هذه في التندون، إنه حاجة إكسترا أرتيكولر، حاجة خارج الجوينت نفسه. طيب هنا الكلام هذا اللي قلته، الباسيف رينج اوف موشن يكون اكشوال ارثرايتس، الاكتيف رينج اوف موشن غالبا يكون سراوندينج تندونز، اللوكال تندرنس باي دايركت بالبيشن اوف بيري ارتيكولار ستراكشر ساتش از بيرسا مي اولسو انديكيت ذات اوريجين اوف بين اكسترا ارتيكولار. انه اذا كان في لوكال تندرنس، انه مثلا مو جوينت كامل، مثلا في منطقة واحدة فيها تندرنس، انه هذا غالبا يكون ايش؟ انه يكون اكسترا ارتيكولر، انه حاجة فيها مشكلة في الاكسترا ارتيكولر. طيب what are the different types of arthritis؟ احنا الارثرايتس عندنا اربع انواع، عندنا ال لازم نقلب الحبوس بس ما راح يشتغل دقيقة. طيب عندنا أربع أنواع للأرثرايتس: ديجنيريتيف أو تروماتيك أرثرايتس، إنفلاماتوري أرثرايتس أو أوتوميون أرثرايتس، إنفكشوس أرثرايتس أو ميتابوليك أرثرايتس. طيب نيجي لأول نوع، الديجنيريتيف أرثرايتس أو تروماتيك أرثرايتس أو أوستيو أرثرايتس. هذا الموست كومن، إنه هذا مثلا ايش الجزئيه الكلينيكال حقته، مثلا واحد كبير في السن او انسان اوبيس، تصير الكارتليج اتاكل، انه سواء كان مع الوزن او سواء كان زي ما قلنا انه انسان شايب، الكارتليج اتاكل اللي هو يدي اللي هي الغضاريف حقت الركبه تتاكل، فتصير فيه خشونه، يصير فيه ستيفنس احيانا سوالين، ويكون في بين طبعا. هذه ما بيكم كرونيك، انه احيانا تكون كرونيك وحتسبب ضعف في نفس في نفس الجوينت. ريسك فاكتورز انديوسد اكسس ويت، فاميلي هيستوري ممكن تكون وراثيه حسب العمر، ممكن تكون انجري انه لقى ضربه في ركبته ولا شيء تاثر الليجمنت اللي حوالين الركبه ولا حاجه. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني inflammatory arthritis or autoimmune، هذه ما لها سبب معروف حتى الآن، ولكن إنه هذه المشكلة إيش؟ إنه المشكلة تكون immunity، إنه نفس الميون سيستم تكون في مشكلة فيهاجم الجوينت، غالبا تكون انه الاكزامبلز حقتها الاساسيه انه تكون الروماتويد ارثرايتس ولا السورياتيك ارثرايتس. هذه الاكزامبل فور انفلاماتوري ارثرايتس،
الريسيرشر يقولوا ايش انه هذه غالبا تكون ايش انه كومباين ما بين انها تكون جينيتكس وانفايرومنتال فاكتورز. اكثر انفايرومنتال فاكتور ممكن يكون السموكينج، لكن انه كسبب كذا صريح ايش سببها بدايتها هذا حاجه النون يعني ما هي معروفه. طبعا الواحد كل ما كان الدايجنوز حقه ابدر كل ما كان احسن عشان لا تسبب له بريمننت جوينت دامج لا قدر الله. طيب هذه غالبا لو جات استخدموا معاها دواء اسمه ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز اللي هي دمار دي اللي هي دمار دي ادري احفظها كده بس يلا. عندنا بعدين انفكشوس ارثرايتس، هذا ممكن يكون بكتيريوم فيروس او فانجس كان انتر ذا جوينت، انه سواء كان جاء من السيركوليشن او جاء كده انه على طول جاء للجوينت. هذا هو طبعا اخطر نوع لا قدر الله. حتى الدكتور يقول لك اذا ما جاء اذا جاء الارثرات ثاني وسوى انفستيجيشن هتتذخر، وكان شاكك مثلا بين نوعين، اذا كان شاكك انه مثلا بكتيريا مثلا زي السيبتيك ارثرايتس انه يبدا له علاج مثلا انتي بايوتيك، بعدين اذا اكتشف انه والله مو انفكشوس ارثرايتس انه خلاص يوقف الانتي بايوتيك. ليش؟ لانه هذا اخطر واحد، لانه اسرع واحد يسبب بريمننت دامج لا قدر الله، لانه لو صار بريمننت دامج لا قدر الله عاد ما حيرجع الكفاءه الاصليه حقته، فالواحد يحاول انه يعالجها من بدري. طيب الاكزامبلز اوف اورجانيزم كان انفكت جوينتس زي السالمونيلا او الشنجلا اللي هي حقت الفود بويزنينج اور الكونتامينيشن اللي هي حقت التلوث، او الكلاميديا والجونوريا هذه حقت الاس تي دي sexually transmitted disease او septic arthritis and hepatitis C and B، هذه اللي تكون بالblood transfusion ولا بالإبر لا قدر الله. طيب in many cases timely treatment with antibiotics may clear ايوه انه يقول انه يبدأ معهم antibiotics وزي كده. طيب but sometimes the arthritis become chronic with permanent damage، هذا لو تأخر الدياجنوزيس حقه. طيب رابع نوع اللي هو الميتابوليك arthritis، هذه انه ايش اكبر مثال لها الجاوت، انه اليوريك اسيد is formed as the body break down urines، انه الارثرايتس ايش انه لما يزيد اليوريك اسيد والجسم مو قادر يسوي اكسكريشن فيخرج للسيركوليشن بعض اليوريك اسيد، اذا زاد مره في السيركوليشن يتجمع في السمول جوينتس مثلا في التوز او البيك تو غالبا يكون مو غالبا يعني اذا جاء في البيك تو هذا الميتابوليك ارثرايتس، انه سبب انه يكون باليوريك اسيد، يصير لما يروح اليوريك اسيد يصير كريستاليزيشن ما ادري تتحول كريستالات، فلما تتحرك كده يعني زي القزاز كده يكون عند الجوينت فتسبب له الم لما يجي يحركه، ف هذه الفكره يعني زي كده. يقول the body can't get rid of the uric acid quickly ايوه انه مو قادر يخرج اليوريك اسيد، ف يعني نسمي بيقول لك اسوريك اسيد بيلد اب فيرز لايك ايوه زي ما قلنا. طيب اليوريك اسيد ليفلز انتديوس كوزينج ان جوينج جوينت دامج اند ديسابيليتي، انه لو صارت زي كده تسوي جوينت دامج اند ديسابيليتي. طيب وات از هيستوريكال سيمبتومز انيبل يو تو categorize arthritis as inflammatory or degenerative، هذه الحاجات اللي تخليك تفرق اذا كانت inflammatory or degenerative. ابرز الحاجات اللي تخليه مثلا inflammatory
إنه يكون أكتر من ساعة. لو كان واضح إنه أكتر من ساعة إنه الألم موجود أكتر من ساعة حتى في الرأس، سواء كان ريست ولا باكتيفيتي ولا ذا، هذه معناته إنه إنفلاماتوري. لكن الميكانيكال غالبا يكون أقل من نص ساعة وخلاص، إنه يخف أو يختفي أو زي كده. فتيج سيجنيفيكانت ولا مينيمال. الأكتيفيتي في الإنفلاماتوري ليش إنه إمبروف أكتيفيتي، إنه يخف، إنه الإنفكشن هذا حقة ما أدري شيء دي الإنفكشن ميد، إنها تتحرك مع السيركوليشن. يعني حتى يقول سبحان الله في الحركة بركة، يعني إنه الواحد لما يتحرك كده إنه الإنفلاميشن يخف يعني. لكن الميكانيكال وورس سيمتومز لما الواحد يكون جالس مدة طويلة، يعني مثلا لما يكون نايم أول ما يصحى يكون كذا ركبه مصلب ومو قادر يحرك يعني. طيب في الريست هذا يزيد عشان قلنا حقة الانفلاميشن دي تتراكم accumulation. وميمبروف سيمتومز لما نريح، هذا قلنا في الميكانيكال. طيب systematic involvement قلنا في الانفلاماتوري، يعني ممكن يصيب الكارديوفاسكولار، زي ما قلنا ممكن يصيب يعني بعض الانواع تصيب اللم، ممكن سكن. لكن الميكانيكال انه حاجه في نفس الجوينت يعني. كورتيكوستيرويد ريسبونسيفنس، طبعا اذا كان انفلاماتوري هي تعدى الوضع، او اذا كان ميكانيكال لا عاد، لانه يعني how to diagnose arthritis. طيب انه الدياجنوز كيف يبدأ؟ في انه البرايمري كير فيزيشن يسوي فيزيكال اكزامينيشن، يسوي بلوت تيست، ويسوي ايميجنج سكان. طيب بس هذه الثلاث حاجات اللي بنسويها انه يقدر يفرق بين الثلاث حاجات. ممكن حاجه رابعه تكون ايش؟ انه البيوبسي، انه عشان تكونفيرم يعني اذا كان فيها يعني مثلا زي الجاوت، انه اذا بيشوف اذا في يوريك اسيد زايد ولا لا، انه عشان لا يطلع مثلا سودو جاوت، اذا مثلا قال ميتابوليك انه لا يطلع سودو جاوت، فالبيوبسي ممكن يكون حاجة اضافية. طيب انه الواحد هنا لازم يتأكد يعني ايش انه كونفيرم اذا هو يعني اذا كان ايش اسمه ارثرايتس ولا لا. هنا إذا كانت مشكلة، إذا كانت حاجة أعمق إنه تتحول، إذا مثلا راحت للسكن حولوها الديرماتولوجيست وزي كده. طيب الهيستوري حقها، أغلب الأسئلة تنسأل إنه متى بدأت والليفل أوف بين، يعني هذه الأسئلة حقت الهيستوري أدري أتوقع إنها واضحة يعني. فهذه في السكن لاب أكثر هناخدها يعني. هذه المانيفستيشنز ممكن نشوفها في الارثرايتس، انه راينويدز فينومينوس، هذه يصير الفازوسبازم اللي تسوي ال ايش اسمه البريفرال ساينوزس، انه الاصابع كده تكون مزرقه. هذه مثلا في الجو البارد انه يصير فازو كونستراكشن، فلما تصغر الرؤيه الدمويه مثلا في الأطراف، ف يعني يصير هذا الرينودز فينومينس. طيب السكن راش ولا السبكوتينيوس نوديولز، وفوتو سنسيتيفيتي انه يكون حساس للشمس، فول اوف هير شعره يطيح، فاتيج اور ماليز، ألسر اني وير ممكن تكون في المعدة في الديودينم الى اخره، dryness of the skin, mouth, eyes. طيب الفيزيكال اكزامينيشن باختصار يكون انسبكشن، يشوف sign of swelling, stiffness, redness, deformity، يشوف الجوينت ايش فيها، انه اذا كانت affected يشوف كم واحدة affected عشان يحدد اذا كانت مونو ارثرايتس ولا اوليغو ولا بولي.
بالبيشن سيرا بالبيشن شوف إذا في تندرنس تعلم وما تعلم وشوف السولين وما السولين بحاجات يجرب في هذا الرينج اوف موشن يسوي اكتف وباسف عشان يتأكد إذا كانت انترا ارتيكولر ولا اكسترا ارتيكولر. طيب النيورولوجيكال اكزامينيشن والاكزامينيشن اوف اذر سيمتومز إن احتاج يعني الوضع يشوف الواحد. طيب الانفستيجيشن لو ريزنت اوف اوتو انتي بوديز هذه انه يشوف عشان الاوتو ميون اذا كان الهرجة لها علاقة بالاوتو ميون ارثرايتس يسوي كومبليت بلود كاونت سي بي سي ليفر اند كدني فانكشن هذه عشان يشوف مثلا الكدني فانكشن انه اذا كان شاكك انها ميتابوليك ارثرايتس. الايمجينج قلنا مثلا انه بعض الانواع حقت الارثرايتس ما تبان الا في الاكس راي اذا كان متاكل الجوينت ولا شيء فيبان في الاكس راي الواحد ما هيقدر يشوفه اذا كان مثلا ما سواله اكس راي. بس اتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا شرح بسيط ومختصر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وموفقين اجمعين. السلام عليكم.